هذه الطبعة 45 من الندوة السنوية للتضامن مع الشعب الصحراوي في أوروبا، نظمت تماما من أجل مرافقة الشعب الصحراوي خلال هذه الظرفية الحاسمة من كفاحه الوطني، ومن أجل تبني برنامج دقيق مفصل يجيب على تطلعات الشعب الصحراوي، ولكن أيضا على التحديات التي تمليها المرحلة في الميادين الأربعة التي تم تأسيس ورشات العمل خلال هذه الندوة على أساسها، وهي أولا الميدان السياسي، وثانيا ميدان الثروات الطبيعية، ثالثا ميدان حقوق الإنسان، ورابعا موضوع ميدان تدعيم وتوطيد مؤسسات الدولة الصحراوية. المعركة القانونية التي تخوضها الجبهة داخل المحكمة الأوروبية مع مجلس الاتحاد الأوروبي بعد قرار 29 سبتمبر وبعد الطعن الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي، هذه تخلق سياق من أجل أنه حركة التضامن الأوروبية تنخرط في حملة قوية في مختلف هذه الميادين من أجل إيصال صوت الشعب الصحراوي وبشكل قوي إلى الأوروبيين، إلى الرأي العام الأوروبي، ولكن أيضا إلى صناع القرار.